بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب. النهاردة هنتكلم عن الأرضيات البلاستيك. طبعا هنتكلم عن الأرضيات اللي هي اللي احنا شايفينها في الفيديو اللي هي 10 سنتي. قبل ما نتكلم يا ريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. طبعا الناس اللي أول مرة تتفرج على القناة، احنا بننزل فيديوهات كل يوم عن كل ما يخص معدات الدواجن. اشتركوا معانا عشان نتابعوا كل جديد. طبعا دي ارضيات 10 سنتي، هنفتحها دلوقتي ونتفرج عليها. طبعا احنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده فكينا المتر. المتر عبارة عن 4 قطع، ارتفاع الرجل من هنا 10 سنتي. طبعا غالبا احنا بنشتغل في اللون الاخضر الزيتي، وده افضل جودة واعلى جودة موجودة في السوق. زي ما احنا شايفين الأرضية هنا، دي في 4 فتحات، 1 2 3 4، وفي هنلاقي في الناحية التانية بنزات العكس اهو. يعني ناخد بالنا هنا فتحة، هنلاقي في الجهة المقابلة بنز. البنز ده بيدخل جوه الفتحة دي عشان الـ4 قطع يتجمعوا مع بعض يبقوا قطعة واحدة. هنوريكم في الفيديو دلوقتي. طبعا احنا دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا جمعنا قطعتين. الجنب ده كده اللي فيه الايه الفتحات اهو، ده عشان نكمل لحد الاخر. الجنب ده كده مش هيبقى فيه فتحات لكن فيه بنزات اهو. هنكمل بقى الباقي ونرجع لكم تاني. ماشي اهو، زي ما احنا شايفين اهو اهو. ارفع كده يا عمر، ارفع كده اهو. بصوا اهو، ادي البنز اهو وبنز اهو. انزل كده بالراحة يا عمر كده. ايوه ايوه تمام، خلاص ركب كده. كمل التانية كده. طبعا هنا عندنا اهي 2 و2. يلا ايوه اهو، بنزات اهي، ومن الناحية التانية في ايه؟ في بنزات زي ما احنا شايفين اهو. تركب بسهولة جدا وكده ايه الاربعة المتر خلاص زي ما انتم شايفين. طبعا المتر ده ممكن يستحمل معانا لحد 500 كيلو. حاجه محمله وخامه كويسه جدا زي ما انتم شايفين في الفيديو. الناس اللي اول مره تشوف القناه اشتركوا معانا وفعلوا زر الجرس علشان تتابعوا كل جديد. شركه عرب جروب.